السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير الناس الكل. حبيت نعرفكم بروحي، أنا زكية من مارس. نعمل حلو مالح، كل أنواع الحلو، كل أنواع المملحات، نخدم سير كوموند. هذا كوموند بتاع اليوم، شوية من خدمتي بالطبيعة. كوموند بتاع اليوم هذا نخدم كل شيء ونخدم سير كوموند، معناتها كان حاجتكم بحاجة قولوا لي قبل بوقت، ماذا بيه معناتها قبل حتى بنهارين من ثلاثة، حتى كان قبل بنهار مش مشكلة، المهم قولوا لي قبل، على الأقل قبل بنهار، باش كيف تبدأ عندي حاجة ناقصة نوفرها ونخدم لكم الكوموند بتاعكم. نظم لكم بالطبيعة، مش نشكر في روحي، ما الخدمة تحكي عليا، الحمد لله. نظم لكم النظافة والجودة والإتقان والبنة، وبشهادة الخدوم من عندي، برشا خدوم من عندي، خرجوا فرحانين، وإن شاء الله حتى أنتم كي تكمندوا حاجة تخرجوا كان فرحانين بحول الله. البنات نخدم توصيل بلاش، حواز مارس كلها كيما نقولوا، عرام، زارات، زركين، العلاية، البلايص، المهم أحواز مارس كلها نخدم، نوصل بلاش بلاش، جراتوي بور لمومو. البنات راني مانيش مبتدئة، معناتها راني في الحلو، راني نخدم حتى قبل، أما تو معناتها حابة نعمل مشروعي الخاص. قبل كان نخدم بالكيف، مرة نخدم مرة لا، مانيش معناتها ما نخدمش ديما، مي تو حبيت نبدأ مشروعي جديد ونخدم على روحي. ولت نخدم اللي يوصلني على حاجة نخدمها، برسك نخدم يوميا في الحلو الحمد لله. ربي سهل قسمي وقسمكم ان شاء الله، وفرد وقت البنات نعمل الفورماسيون. الانسان ديما قد ما يكبر وديما يتعلم، لين يموت الانسان هو يتعلم. ما نقولوش تعلمنا كل شيء ولا يزي سي بون، لا، رانا ديما نتعلموا، خاطرني نطمح البنات باش نوصل وين نحب، خاطر الحلو راهو عالم، وكل يوم نتعلموا حاجه جديده، وديما فما قام جدد في الحلو في المالح، ديما معناتها ديما فيه ما نتعلمه، فهمت؟ ولهذا حابه نوصل، هي حلمه، هو هدف، هو نحب نوصل له بحول الله، نوصل خاطر الحاجه نعمل فيها نحبها ومغرومه بها. هكا علاش نحب نطلب منكم حاجه، نطلب منكم التشجيع، نطلب منكم انكم تساندوني. معناتها هما راهم صدقوني الناس الباهيه، من غير ما نقول لهم لا تشجيع على حد شيء، برشا ما شاء الله عليهم خذوا من عندي وخلوا لي كومنتات، ولا جوني على البريفي وكتبوا لي قالوا لي زكيه ما شاء الله بنا ما شاء الله وكل شيء، بارك الله فيكم، يرحم والديكم. هذوما الناس الباهيه والناس الطيبه وكل. والبنات حبيت زاد نقول لكم حاجه اخرى، اللي اي وحده مثلا ما عندهاش ولا قليله ولا حاجه، اللي تحب معناتها اي نوع من الحلو ما يسالش، نخدم ونذوقك على عيني وراسي، والله لا عندي حتى مزيه. معناتها الواحد ما يسالش، معناتها اعتبروني وخيتكم، اعتبروني كاني نديرتكم وخيتكم، كاني اكبر منكم خالتكم، ولا اللي تحبوا انتم، كاني ولا بنتكم اللي تحبوا انتم، المهم اللي تبدا ما في حالتهاش ولا حبلة ولا حاجة ولا تشتت حاجة، والله تقول لي قبل بنهار على الأقل زكية نحب نذوقك الحاجة، والله وتشوفي معناتها مني إن شاء الله كان صدر رحب وكل. مثالش راهو الإنسان مرة عنده مرة ما عندهش، ومثالش كيف ناخذ بخاطر بعضنا. هيا نخليكم تو بسلام الناس الكل، وفي أمان الله، سلام. ما تنسوش يا البنات اشتركوا في قناتي على اليوتيوب زكية شانيل، وفي صفحتي جديدة على الفيسبوك عالم الحلويات مع زكية.